مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي السيد محمد جميح. اهلا بكم سيد محمد. بدايه، المبعوث الاممي الخاص الى اليمن مارتن جريفيث اعلن جوله جديده من المفاوضات بين الاطراف اليمنيه في السويد. هل تعتقد ان الحوثيين سيلتزمون بحضور المفاوضات رغم تاكيدهم؟ في البدء احييك واحيي المشاهدين. وفي الحقيقه هناك ثلاث جولات سابقه من المفاوضات بين الحكومه والحوثيين لم تسفر عن شيء على المستوى الواقعي والميداني. اعتقد هذه المره هم سيذهبون الى المفاوضات على عكس المره الاخيره التي وعدوا فيها والتزموا بالذهاب ثم لا ذهبوا. لانهم يعني في معارك الحديده تحديدا خسروا الكثير من عناصرهم البشريه. حسب وكاله الانباء الفلسطينيه صابت 500 عنصر من العناصر المقاتله وفيهم قياديون. وجاء وقت اطلاق النار بمثابه انقاذ حبل النجاه وطوق النجاه لهذه الجماعه. لكن السؤال وليس بمجرد حضورهم الى هنا، قد يذهبون، وهذا ربما الاحتمال الارجح، لكن هل اذا ذهبوا الى هناك رغم الصعوبات التي تكتنف ذهابهم واقناعهم بالذهاب الى هناك، هل اذا ذهبوا سيوجد اتفاق؟ هل سيتم التوصل الى اتفاق على المستوى النظري؟ في هذه النقطة هناك خمسة مطالب وضعتها الأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم على صعيد الأوضاع الإنسانية. إلى أي مدى ترى أن ميليشيا الحوثي ستقدم تنازلات تمهيدا لإنجاح المفاوضات؟ يا عزيزي، ميليشيات الحوثيين لمن لا يعرفهم هي تعمل على عامل الوقت، وهي تعمل على سياسة إبهار المبعوثين الدوليين في اللقاء الأول. صحيح عندما يلتقي به المبعوث الدولي ينبهر بمدى استعدادهم للسلام، بمدى بلاغتهم اللفظية والسياسية أنهم يفعلون يضحون من أجل السلام، لكن عندما تأتي هذه الجماعة إلى المحطات العملية في تنفيذ ما التزموا به هنا يظهر الوجه الآخر لهذه الجماعة. ولذلك كثير من المبعوثين الدوليين وصلوا في الأخير إلى يأس من هذه الجماعة. ولد الشيخ المبعوث السابق قال في آخر إحاطة له مجلس الأمن الدولي قبل أن يغادر عمله، قال: كنا في الكويت قاب قوسين أو أدنى من استنجاز اتفاق سلام تاريخي في اليمن لولا أن الحوثيين في الدقيقة الأخيرة رفضوا التوقيع عليه. وهم عندما ذهبت إلى بريفيث تحدث عنهم بانطباع جيد لأنهم بايعون في الكلام، لكن عندما تأتي المحطات لا ينفذون. قد يتصلون الى 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 السويد، وقد التوصل الى اتفاق ورغم صعوبه ذلك، لكن حتى لو تم التوصل الى اتفاق هل تعتقد انهم يمكن ان ينفذ هذا الاتفاق على ارض الواقع؟ انا لا اعتقد. طيب كيف تستمر القوى الدوليه اذا بالتعامل معهم على انهم كيان مهم، يعني يجب ان نستمر بالتفاوض معه بشكل او باخر، يجب ان نستمر باقناعه من اجل ان نحدث عمليه سلام، في حين هناك طرف دائما ما يقاطع، دائما ما يرفض، دائما ما يتنصل عن المضي بالمفاوضات او ما الى ذلك. ومن قال لنا ان القوى الدوليه تريد الحوثيين ان ينصاعوا او ان يكونوا جزءا من مجتمع مسالم او جزءا من مجتمع سياسي منسجم؟ في حقيقة الأمر هذه الجماعة هي جزء من عناصر الصراع، وبالتالي يهم المجتمع الدولي أن تظل هذه الجماعة قوية محتفظة بسلاحها. لأنهم في الواقع هم يعني مفيدون لهذا المجتمع الدولي، أقصد المجتمع الدولي بما هو مجموعة دول ذات مصالح كبرى في العالم، الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه الاخرى وروسيا. هذه الدول تريد ادامه الصراع في حقيقه الامر، لان ادامه الصراع تعني استمرار تشغيل مصانع السلاح، وتعني اطلاق الامن القومي العربي في خاصه الجنوبيه بين اليمن والسعوديه، وتعني استنزاف الاطراف السياسيه والميدانيه داخل المجتمع اليمني، وتعني ايضا القذف بكره النار بعيدا عن حدود هذا المجتمع الذي يزعم بانه حريص على السلام. وإذا لماذا عندما أوشكت القوات الحكومية على السيطرة على ميناء الحديدان تداعى المجتمع الدولي في يومين متتاليين؟ اتصل وزير الخارجية الأمريكي، ذهب وزير الخارجية البريطاني، تحدث وزير الدفاع الأمريكي، تحدث الناطق باسم البيت الأبيض، تداعت الأمم من أجل إيقاف هذه المعركة التي كان يمكن أن تخفف من غلوة هذه الجماعة وتجعلهم يميلون للسلام. لكن في تصوري لا أقول أن هذه الجماعة يعني مزروعه من قبل الامريكيين على سبيل المثال، لكن هي في الاخير في المدى البعيد تخدم السياسه الامريكيه التي تريد الابقاء على عناصر الصراع
في جدوى مفتعله في المنطقه من اجل يعني اهداف هناك تناقض غير مفهوم بهذه النقطة. من جهة هناك عقوبات تفرض على إيران، عقوبات اقتصادية قوية، إيران يجب أن تحجم، هذا هو الشعار الدولي، إيران راعية للإرهاب. إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي، الآن نرى ميليشيات الحوثي بكلام حضرتك باقية تدعم بشكل أو بآخر من بعض الدول التي تمثل قوة عالمية من أجل بقائها، من أجل بقاء الصراع كما تفضلت. طيب كيف يمكن أن نفهم هذه النقطة؟ من جهة إيران تحارب يعني صوريا أو كما يقال إعلاميا، ومن جهة أخرى تدعم ميليشياتها على الأرض. دعني أقول بشكل واضح أن الأمريكيين يحاربون بدهاء بالغ، يحاربون العرب بالجماعات التي ترفع شعار الموت الأمريكا، وهذه هي الفتنة التي يقع فيها كثير من الناس ولا يعرفونها. هذه الجماعات تخدم المشروع الأمريكي، يعني في العراق حاربت هذه الجماعات تحت غطاء الطيران الأمريكي، في سوريا حاربت هذه الجماعات تحت غطاء الطيران الأمريكي، وفي اليمن كذلك الذي أنقذ هذه الجماعة الضغط الأمريكي لوقف الحرب، وكذلك عندما كانوا يتمددون كانت الطائرات الأمريكية تحلق بملاحقة رجال القاعدة، وكان الحوثيون أيضا يحاربون على الأرض. لا يمكن أن يكون هناك هذا، يعني أن يكون هناك صراع واضح بين هذه الجماعة والأمريكيين كما تدعي في شعارها الموت الأمريكا. أنا عضو مؤتمر الحوار الوطني، السفير الأمريكي حين ذاك كنا نرفض أن يذهب الحوثيون إلى حوار في مؤتمر الحوار الوطني في 2013 بأسلحتهم، نقول ينبغي أن تتفاوض جماعات سياسية تسلم هذه الجماعات سلاحها ثم تتفضل الحوار. لكن السفير الأمريكي في حينها هايرشتاين أمر، أو لنقل أمر، لأن ينضم الحوثيون إلى المؤتمر بسلاحهم. أما ما يخص الشأن الإيراني والعقوبات، أنا أقولها بكل صراحة الغرب والأمريكيون تحديدا يريدون إيران قوية على العرب، لكنهم يريدونها ضعيفة أمام إسرائيل وأمام الغرب. إيران أحيانا لا تفهم هذه اللعبة وتريد أن تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة لها بأن تكون قوية على العرب وحدهم، فتتجاوز أحيانا، فيأتي الرد الأمريكي من أجل تحكيم إيران، من أجل أن يكون أذاها على العرب وحسب، بمعنى يراد لإيران أن تكون قوية إلى المستوى الذي يؤذي العرب، ولكن يراد لها أن تكون ضعيفة إلى المستوى الذي لا يؤذي إسرائيل ولا يؤذي حلفاء إسرائيل الغربيين. السيد محمد جميح الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.